هذا ليس سدا وليس بحرا، وإنما في الحقيقة هي صحراء السعودية. مرحبا بكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. هذه هي السعودية كما تشاهدون، مناظر للفيضانات التي اجتاحت الطائف على نطاق واسع. هذه الفيضانات تساقطت على السعودية منذ أسابيع، كذلك على الإمارات وقطر وفي الربع الخالي اليمن وكذلك سلطنة عمان. إنها فيضانات عارمة تجتاح السعودية في هذه الأيام وسط هذه الصحراء القاحلة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.